ماتش تاع اليوم؟ لا الماتش اليوم ما نهضرش عليه والله، ما باين نهضر ديريكتومون، باين نهضر عندي حاجه نهضرها ديريكتومون على واش صرا في شفنا واش صرا. عاقبوكم مع مشريان المباراه الاخيره، تعاقبتوا كيفاش واش صرا من قبل في الاحداث هذيك بعدها؟ نتكلموا على واش كان في التصريح. شوف والله في الاحداث هذيك احنا متاسفين الاحداث هذيك، ولكن كون جون صدير ما كاش حاجه كبيره، صدير ما كاش حاجه كبيره بارابور الشيء اللي صرا في دي ستاد واحد اخرين. الاعلام ضخم شويه لا سيتوياسيون، ضخمها شويه، والاحداث ما كانتش عنيفه جدا والاخر. لي ديكلاراسيون اللي دارهم مدرب ترجيم صغالم، دي ديكلاراسيون ثاني ما كانوش في المستوى، صدير الى اكزاجيري شويه. مهما صدير كانت فيها احداث شويه ماهيش سي با دونجورو ولا ولي جوار تاعه هو بيرسونالمون. انا جي في باش ما تصرا لهم حاجه، ولكن هو الى ديكلاري باللي واحد صوالح باللي احنا نتمنوا هذه الاحداث ما تكونش، ما نتمنوهاش. ولكن انا الشيء اللي غادي نهضر عليه درك وجانسيست عليه في هذا التدخل هذا تاعي، يعني الحصة نتاع بن مكشوف نتاع الخميس اللي فاتت، مسيو حيمودي إلى ديكلاري باللي استادير قال لو كاتريام اربيت باللي ولا الاخر ولو كاتريام اربيت ولو ديليغي، وزاد قال اعترافا برئيس النادي باللي كوم كوا باللي الاربيت اللي تي كوريكت. انا جي جامي ديكلاري الحمودي هذه، اولا يخبرنا زعما هذا التقرير هذا ولا هذه الانفورماسيون من جابها، قال انا سمعت من التواصل الاجتماعي، انا عمري ما هدرت مع حيمودي، عمري ما اتصلت مع حيمودي، ما عنديش الفيسبوك تاعه، ولكن الشيء اللي ونديكلاري اون شوز صدير مام بوحنيكا صدير الصحفي نتاع الحصه هذيك الى كونفيرمي باللي شاف في الفيسبوك، شاف الفيسبوك باللي الاعتراف تاعي. انا من هذا المنبر نقول باللي حمودي انا اعطيني هاد لي ديكلاراسيون اللي درتهم ولا هاد الشيء اللي راه عندك، واتحداك تحداك قدام الشعب الجزائري، انا راني نتحداك قدام الشعب الجزائري، باسكو انت يا ديكلاريت في الهداف في قناه وطنيه وخاطب الشعب الجزائري باللي انا اعترفت باللي الاربيت باللي اليتي كوريكت. هذه اعطيني تصريح ولا دليل على هذا الشيء، سينو انا انتخذ اجراءات واحده اخرى، يعني اجراءات قانونيه ضد السيد حيمودي اللي ما اعطانيش الدليل واعطاني البرهان باللي انا اعترفت. انا نقدم وجو في نكتب ريال مينيستر واش تاع على الشيء اللي الاخر، وجوفي ديكلاري والاعمال القانونيه نتاعي نديرها الاخر. دونك مسيو حيمودي انا راني نتحداك من هذا المنبر، جيب لي الدليل باللي انا اعترفت لك باللي الاخر، باسكو تي ديكلاري في لا تيليفزيون ودوفون تو الموند باللي انا اعترفت لك باللي لاربيت اللي تي كوريكت. لاربيت انا لو بوان انا نقول لك لاربيت، انا ما نقولكش اللي تي كوريكت ولا ماشي كوريكت، مي لا ديزينياسيون تاع لاربيت في ان ماتش امبورطون كيما الترجي والشباب، دير لهم ان اربيتر كيما هذاك، انا جيتي كونتر. لا ديزينياسيون هي المنطلق، هي المنطلق، هو لو بوان دو ديبار نتاع كاع الشيء اللي صرا في مشريه. يعني لا ديزينياسيون ونعرفوا والاوساط الرياضيه تعرف هذه الامور، هذه لا ديزينياسيون ما كانتش في المستوى وكانت عمدا وتعمدتوا على هذا الشيء، وهذا هو اللي كان المنطلق نتاع كاع هذه الاحداث. وانا يا سي حيمودي انا راني نقولها لك، راني قدام الشعب الجزائري راني نتحداك جيب لي الاعتراف هذا، سينو انا غادي نتخذ الاجراءات تاعي القانونيه. والسلام عليكم وصحه رمضانكم وتحيه لي فوتبالور المخلصين جو دي بيان المخلصين، والسلام عليكم وصحه رمضانكم. ولا سليمان مزروطه رئيس الشرفي لجنه الانصار شباب مشريه بريزيدون.
انا نرجع غير للمقابله نتاع الترجي مستر غانم، نتكلم في الجانب تاع الانصار، انصار شباب مشريه راهم من بين احسن لا جالوري على المستوى الوطني. في الماتش تاع الترجي لجنه الانصار دارت عده اجتماعات من اجل باش يكون عرس ما يكونش وش سرا، وحتى درنا حتى قائمه اسميه باش كل الزوار تاع الترجي مسالم، يعني الانصار تاع الترجي اللي جاونا كنا دايرين قائمه باش يفطروهم، معناها باللي احنا ارض مضيافه، صح ناس واحد اخرين يشبهونا بمنش عارف الهوليغانز ولا، احنا ما درنا حتى حاجه من هذا المنبر، غادي ندد بالتهجمات اللي جات على عبر التواصل الاجتماعي وعبر القنوات، وما دابيا الناس كي يتكلموا على فريق يتحفظوا شويه، باسكو كل فريق راه عنده التاريخ تاعي يخدم عليه، هذا ما كان. وبارك الله فيك، الله يجازيك وصحه رمضانكم، شكرا. اولا احنا اليوم مباراه اليوم جينا نبحثوا فيها على 3 نقاط، كانت في صالحنا خاصه في بدايه الشوط الاول، كان لازم علينا اننا نقتلوا المباراه، رجع حسين داي وسجلنا هدف ثاني، حنا عملنا كل ما بوسعنا اننا نعودوا في النتيجه، عدلنا جرينا الى اخر الدقائق من المباراه، الله غالب هذا واحد الامكانيات نتاعنا، حنا نتمنوا حظ اوفر للفريق تاعنا ونتمنوا البطوله تكمل في نزاهه. ونداء فيما يخص العقوبه، انا تلقيت عقوبه بسته اشهر، دوك كي تشوف ان اونترينور جون يدير ان باركور باراي نورمالمون لونكوراج ماشي نكسروه نعطوه 6 mois. دونك انا ندائي للسلطات المعنيه خاصه الشيخ حمودي، نتمنى ان شاء الله العقوبه تاعي نقصوا لي منها ان شاء الله باش ما تقعدش 6 اشهر ترجع 3 اشهر ان شاء الله. درك حنا ما يامنوناش كي نهضروا، يامنوا الشخص وما يامنوش 15000 مناصر اللي كانوا في الملعب، كي تقول لهم بلي الحكم استفز والحكم حنا ما يامنوناش. المباراه هذيك راهي في طي النسيان، حنا نهزمنا فيها ودرنا تعادل اليوم، الشيء اللي ما راش يسمح لنا اننا نكونوا في مركز قوه باش ننافسوا على اللقب، نتمنى ان شاء الله نصحوا الاخطاء نتاعنا والقادم تاعنا يكون مليح ان شاء الله. بون الحمد لله اليوم كما شفتوا المباراه كانت صعبه مع النهد اللي كانوا يلعبوا باش ياسيروا المانتيا تاعهم، حنا جينا باش نحققوا لي 3 بوان. اش نقول لك، درنا تو بول تو، ربي ما كتبش. هذا الباركور يشهدوا عليه الانصار باللي مدينا كلش باش نحققوا الصعود، هذه هي البوله ربي ما كتبش، ان شاء الله نزيدوا نكملوا لي ماتش ونخموا العام الجاي ان شاء الله. احنا قادرين نقتلوا الماتش في ميمي طون بصح لا غالب، معليش مع رمضان وصايمين، المهم هما كانوا يلعبوا الشامبيون مي يلعبوا باش لاكسيسيون على الطلعه، غالب معليش الحمد لله هكذا ولا اكثر، احنا اللي كنا درنا ماتش نيل، ان شاء الله الماتش الجاي نخلفوها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ما ماتش كان صعيب معليش، ان شاء الله نسلكوها باذن الله، ان شاء الله ليكيب ما تهبطش باذن الله ما تهبطش، ما انت موش ان شاء الله نخلفوها، ها ماذا بينا ما نهبطوش، ها ماذا بينا ما نهبطوش، ان شاء الله العام الجاي تسقم ليكيب وان شاء الله نطلعوها لنا، خاطر ماشي تاع دوزيام ديفيز، وان شاء الله صحة فطوركم. بالمردود تاع كل لاعبين وخاصة لاعبين شبان اللي راهم نقول تحسنوا، راني قلتها ما قبل ما نهار كي بديت في النصرية، مقابلة جميلة، مقابلة يعني تاع 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 بطولية تاع اللاعبين، خاصة زدت جبت معايا 3 لاعبين او 4 لاعبين من الرديف زادوا اليوم كانوا معايا، وفرحان بالمردود، ماشي فرحان بالنتيجه اللي كنا قادرين نربحوا 3 و4-1، ولكن اليوم اعطينا وجه اخر على المقابله تاع بوفاريك، مهما المقابله تاع بوفاريك الشوط الثاني درنا مقابله في المستوى وخاصه غير الاهداف وسجلنا، والحاكم نقدر نقول اليوم ربي يهديه في الماتش تاع بوفاريك، واليوم كذلك سجلنا هدف تعادل ما حسبوش، مانيش عارف ولا كاين تسلل، ولكن عموما راضي بالمردود تاع الشبان تاعنا اللي طاو اليوم كل ما في وسعهم باش يفوزوا بالنتيجه، ونتاسف على التعادل ولكن راضي بالمردود تاع كل المجموعه اللي كانت اليوم في المستوى يعطيهم الصحه. والله التحكيم انا قلت لك مر الهدف تعادل تاعنا وشفنا في المقابله هذه، وانا صرحت من قبل في مست غانم وقلت بلي الناس اللي حاكمين يعني اللي محاكمين الحكم كم هادو يردوا بالهم لانهم يصراو امورات غير رياضيه وغير منطقيه، مانيش نهضر غير على النصريه، يعني كل فرق راهم يهضروا، حنا نلعبوا على المانتيا تاعنا، ملي بدات لا سيزون نقدر نقول لك عندنا 14 ضربه جزاء ما دينا حتى ضربه جزاء لا عندنا لا خارج الميدان تاعنا وما هضرناش، ولكن كي تشوف انتايا اللاعب يطيح وحده ويعطي له ضربه جزاء تزعف وتهضر، الكره جازت يعني الخط متر ويقول لك هدف غير شرعي تزعف وتهضر، ولكن اللي منا راحين نهضروا رانا ندوا ونقولوا بلي كاين بعض الحكام مانيش نقولوا كاع الحكام راهم يديروا اخطاء يعني فادحه، الناس هادو يجيو يعسوهم ويجيو يشوفوا، كاين فرق تاع قسم ثاني راهم يندوا الناس يسمعها، احنا رانا في القسم الثاني رانا ندوا وان شاء الله يسمعونا في النداء تاعنا هذا، هذه هي.